حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في استوديو اليرموك، وننتقل الى ملف جديد. هذا الملف علمي طبي بعيدا عن مؤتمر الصحفي تبع الحكومه واجراءات الحكومه. بدنا نحكي علميا وطبيا ونفهم اكثر عن موضوع الكورونا. الكورونا صحيح بلشت وبلشنا نحكي عنها من يعني شهر 2 و3 الماضي، ولكن لغايه الان يعني في تطورات والفهم والادراك يعني زي اي علم طبي، يعني هو مستمر ويفترض ان يكون له دائما تطوير وابديت. وبنعرف انه في قناعات صارت للناس العاديه بموضوع الكورونا صعب انها تتغير، يعني اللي مآمن انها مؤامره، اللي مآمن انها مش مؤامره كذا. لكن الان نحكي امور علميه نستفيد منها ونعرف كيف نواجه هذا المرض ونتثقف علميا. واسمحونا ان نرحب باستاذ علم الدم والمناعه في الجامعة الهاشمية سابقا، الدكتور محمد الفرارجي. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور، تحياتي لك. يا هلا دكتور. يعني بداية كنت اقول للمستمعين والمشاهدين الله يسعدك، نتشرف بحضرتك. يعني الان بلش الحكي انه هل احنا امام موجة ثانية كونه رجعت الحالات وفي حالات اكثر من 40 وكذا؟ يعني ايش المصطلح العلمي اللي احنا بنعيشه، ولا هو استمرار للي بدا معنا من شهر اذار الماضي دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي نال، بالنسبة لهذا الفيروس الكورونا، طبعا المجتمعات الآن كلها في العالم تتحدث عن هذا الفيروس والعائلة تبعت الفيروس. نعم. والآن صارت تعرف الناس أنه هاي سلالة الكوفيد 19 هي عبارة عن سلالة من عائلة الكورونا فيروسز، وبيعرفوا هاي الكورونا فيروسز يعني مش من أول مرة بتنتشر، لها انتشارات وانتشرت بأسماء بأكثر من اسم، وعملت أوت بريكس بيسموها انتشار فيروسي في مجتمعات زي الخليج وزي الصين وانتهت. الآن انت السؤال انه هل هي انتشار جديد يعني ولا موجة جديدة؟ السؤال هذا اللي بنطرح يجب ان نجيبه بطريقة علمية. نعم، يا ريت. هذا الفيروس يا اخي الكريم والفيروسات الاخرى التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وممكن تعمل رشح، ممكن تعمل انفلونزا، أي إصابة في الجهاز التنفسي العلوي، تنتشر بين المجتمعات، وأكثر سبب في انتشارها هي المسافرين وانتقال الناس من خلال وسائل اللي هي السفر، طيران والوسائل الأخرى، لأنه بيصير في اقتراب للناس من بعض. الآن في علم الأوبئة يا أخي ينال، الفيروسات هاي المجتمعية العلم بيقول انه مش سهل انك تقضي على فيروس وتوقفه 100%، لان هذه الفيروسات لها مسارات. يعني في علم الاوبئه صار معروف انه المرض الفلاني مساره على الكره الارضيه بهذا الشكل. فكورونا يعني بس هنا دكتور بتقصد المسار، يعني زي لما طلع من الصين وبعدين بلش بالحركه ايران بالضبط اخي. بالضبط، هو ينتقل، يعني هو مش بس لحاله، هو في عندنا في مجموعه كبيره من الفيروسات والانفلونزا. يعني يا اخي انا كيف الانفلونزا، يعني يجب ان يعلم الناس والمشاهدين على قناه اليرموك اخواننا انه مثلا مطعوم الانفلونزا، يعني ما يحضر مطعوم الانفلونزا اللي لازم ينفعنا احنا في الشرق الاوسط، يتم دراسه السلالات الانفلونزا في منطقه جنوب شرق اسيا. ليش؟ لانه هاي السلالات هي سوف تنتقل لنا، لانه معروف مسارها. في شيء اسمه مسار للمرض، مسار للفيروس. الان ليش نحكي هذا الموضوع؟ نحكي هذا الموضوع لانه بدنا نعرف انه الكورونا فيروس يا جماعه، وانتبهوا كل الناس على مسار انتقاله من الصين الى منطقه ايران الى منطقه الشرق الاوسط بلادنا الى منطقه تركيا الى دخل اوروبا، طبعا انتشر في ايطاليا في اسبانيا، انتقل الى المملكه المتحده، وبعدين انتقل الى امريكا الجنوبيه، امريكا الشماليه في امريكا، وبعدين البرازيل في امريكا الجنوبيه. هذا المسار هو المسار، مسار الفيروس. هذا في علم الاوبئه بيقولوا هذا الفيروس منتقل بهذا الشكل. الان بعد هيك شو بصير؟ ينتهي، لانه لما يخرج من بلد بيترك مناعه عند المجتمع. لان اذا انا بدي احد من انتشاره اوقفه، انا بمنع المجتمع من انه يكتسب هاي المناعه. الان انا اذا كان فيروس بخطوره فيروس الايبولا
او الفيروسات زي الاتش اي في الايدز، بعمل له خطه لمقاومته مختلفه. الفيروسات الرشح والانفلونزا تمشي مع الطيور مع المسافرين زي ما حكينا، بالذات مع المسافرين. ومش سهل، انا لا اقتنع بانه ممكن احنا نغلق مسار هذا الفيروس. فهو انتشر للعلم كل الدول اللي مر فيها مع كل الاحتياطات وصل البرازيل، لانه هذا الفيروس بده يمشي. يعني لا يمكن الحد من مسار الفيروسات. نعم. هيك التجربة الإنسانية. هذه الفيروسات بالذات، هاي الفيروسات أخي نال لا يمكن إنك توقف مسارها، ممكن تحد من عملية انتشارها في المجتمعات لكن ما بتوقف مسارها. الآن السؤال اللي يطرح، هل الهجمة الجديدة أو ارتفاع عدد الإصابات هي بسبب وجود يعني موجة ثانية؟ شو الموجة الثانية؟ خلينا نعرفها. إحنا في علم الفيروسات وعلم المناعة، موجة ثانية يعني إنه الفيروس تحور بالمفهوم العلمي، يعني صار له إشي اسمه سيروتايبنج جديد أو جينوتايب جديد. يعني مادة الوراثية صار فيها طفرة وانعكس على تركيبه البروتيني وأدى إلى وجود سلالة جديدة. هل الآن يعني بطل كوفيد 19 بصير كوفيد 20 مثلا؟ يعني بالضبط 20. يعني الآن أخي أنا لازم نسميه هذا، إذا اللي يدعي أنه في الآن موجة جديدة يثبت أنه هناك كوفيد 20، الآن لازم نسميه 20. تمام. فالآن وين الدلائل أنه في سلالة جديدة انتشرت من جديد؟ أخي ينال، الآن المجتمعات اللي مر منها الفيروس اكتسبت مناعة. المجتمعات اللي للعلم أكثر من 80% من اللي بينصابوا ما بشعروا أنهم انصابوا. 80% بالضبط. الآن بعد فترة لو أخذنا عملنا سيرفي، عملنا دراسة ميدانية مجتمعية وبحثنا عن الأجسام المضادة في دم المجتمعات هاي اللي مر منها الفيروس، رح نلاقي كثير أضعاف الأرقام اللي قالوا فيها بالإصابات عندهم الأجسام المضادة، لأن جهاز المناعة هم قاوم وما ظهر عليهم المرض. تمام. الآن هو بمر بأخذ معاه الناس الضعفاء المريضين جدا، اللي هم أصلا يمكن لو ما زاروا هذا الفيروس راح يموتوا بإشي تاني. بالضبط. عرفت كيف؟ طيب. نعم. السؤال يمكن لكل الناس يعني حابة تعرف، إنه هل المجتمع الأردني أخذ هذه المناعة اللازمة؟ أنا أعتقد، ويمكن أستاذي الدكتور عبد المحافظة بوافقني بهذا الرأي، إنه للأسف إحنا مجتمعنا ما أخذ المناعة عشان عملنا حظر، يعني هذا السبب بالضبط، لأنه صار في حظر وصار في الآن بعض الحالات اللي ممكن تدخل على المجتمع ويصير انتشار هون أو زيادة في الحالات. وتلاحظوا يا جماعة إنه هي بتيجي من برا، في الأغلب بتيجي من برا، ما في فيروس بطلع صح. من لا شيء، الفيروس بيجي من مكان آخر، بينتقل من حامل أو من مصاب. بتلاحظوا إن الحالات معظمها جت من السائقين أو من الناس اللي أجوا من برا. طب بس أنا بدي أفهم شغلة دكتور، أتوقع الناس يعني هل أنت دكتور الأفضل يعني باعتقادك إنه يعني ينتشر الفيروس في الأردن ونخلص، يعني ولا إنه نضلنا خايفين وحذرين ونسكر؟ الآن إنك تحكي هذا الكلام، الآن بدك اعتبارات معينة. أنت الآن بدك، إن في ناس بيطرحوا إنه هذا الفيروس إذا تركته وانتشر راح يموتوا ناس كثير. أنا شخصيا بخالفهم هذا الرأي. أنا بعتقد إنه هذا الفيروس لو إنه ترك انتشر بشكل طبيعي ما راح يعمل وفيات بالطريقة اللي صوروها الناس. الآن على فكرة بتلاحظوا الآن المطاعيم، وفكرة المطاعيم بلشت تنتشر الآن على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه لا المطاعيم فيها زنك وفيها ألمنيوم وممكن تأثر على جهاز المناعة، وبلشت فيديوهات تنتشر بهذا. لا، المطاعيم آمنة وممكن نأخذها، لكن إحنا المطاعيم الإنفلونزا العادية المقصود ولا تحت الكورونا؟ العادية. لا، المطاعيم مطعوم الكورونا راح يكون شبيه بالإنفلونزا العادية. وأنا في لي مداخلة قبل أول بداية، قلنا المطاعيم راح تظهر بداية سنة 2021 بعد خلص الدراسات عليها. الآن في ناس بيقولوا طلع من روسيا، في ناس بيحكوا من أمريكا، في أكثر من مصدر للمطاعيم. الآن بعض الناس الآن اللي بدهم مش المطاعيم تنتشر،
بلشوا يحكوا لنا انه فيها الم لهم وممكن ياثر ويعمل امراض مناعه ذاتيه. لا، المطاعيم تحضر بشكل مناسب وبعدين بتفيد انها بتمنع. وما لها اضرار جانبيه يعني الفكره دكتور؟ لا، هو في شيء مطعوم يعني المطعوم، شوف شلل الاطفال، لو اخذنا مطعوم شلل الاطفال، هذا المطعوم لازم يؤخذ لكل الاطفال اللي ربنا بخلقهم. كل مليون حاله المطعوم بيسبب شلل الاطفال. يعني ما في مطعوم امن 100%. تمام، بس واحد من مليون يعني بيصفي الشغل بالضبط. هذا مسجل بالكتب يعني. الان الالمنهم ولا الزئبق اللي ممكن يكون بالمطاعيم هذا امن، وصار يحكي انه هذا النانو بارتيكلز وممكن ياثر على الاميون الخلايا المناعيه. انا ما اعتقد انه هذا سليم، لكن اذا كان في هناك اجندات لوضع المطعوم بطريقه معينه والسيطره عليه وتوجيهه الى مجتمعات محدده، هذا سياسي. انا بدي احكي علم، ما بدي احكي سياسي. نعم، عرفت علي؟ هذا هو. طيب هسا يعني دكتور، يمكن تعرف اكيد كل ما تقعد حضرتك بقعده بلشوا الناس يسالوك يعني موضوع الشعبي اللي هو مناعه القطيع، يعني هل هذا اللي تقصد فيه دكتور؟ عشان هيك تكون الامور واضحه انه لازم خلاص الكل اردن يعني يتجاوب مع الموضوع. هو بالنسبه انا بتحفظ على كلمه قطيع، يمكن لانها بتعني شيء يمكن مش مناسب للانسان، لكن هي انا اعتقد انها هاي المناعه الطبيعيه. الناس اللي بتختلط مع بعض وكلنا اجتماعيين ونختلط مع بعض، تنتقل الجراثيم والفيروسات بيننا بشكل طبيعي. لا يمكن اي انسان يعيش بشكل بكبسوله معقمه، لا يمكن. اما احنا دائما مع انه يكون في عادات صحيه سليمه، احنا دائما بنحب يكون الاماكن العامه نظيفه. دورات المياه فيها جلكم الله نظيفه، اماكن التجمع العام زي مساجدنا نظيفه ودورات مياهها نظيفه، وزاره الاوقاف تكون مشرفه على دورات المياه ضمن لجان متخصصه، وسجاد المساجد يكون في شركات لتنظيف السجاد بشكل دوري. هذا مش بس بحد، هذا بيخلي الامر دائما الانسان صحته سليمه، بيقلل عدد مرات الرشح والانفلونزا اللي بتصير. يعني مش بس كورونا ومش كل الفيروسات. مش بس كورونا، نعم مش بس كورونا، والكورونا للعلم انا بصنفها في اعراضها مثل الانفلونزا. يختلف معي من يختلف ويتفق معي من يتفق، لا يوجد اي دليل انها يعني تؤثر. بهربولنا في قضيه انه بتنتشر بسرعه اكثر، ماشي بتنتشر بسرعه اكثر، في فيروس كثير بتنتشر بسرعه اكثر منها، لكن هي غير قاتله بالمستوى اللي تم يعني التعامل معه على مستوى الشعوب في العالم. يعني انت باختصار دكتور تغلب الجانب انه نبقى اكثر بحياه طبيعيه افضل من موضوع اغلاقات، لانه هذا مش ما راح تتجنب، يعني ما راح تقدر تهرب، المسار بده يمر يعني مش هيك؟ بالضبط، انا مع هذا الراي. وبعدين انا مع دائما نشر الوعي الصحي. احنا لما من البدايات وان محاضرات هذا الموضوع كيف نغسل بشكل سليم وكيف نحافظ على نظافتنا وكيف نطهر وليس نعقم، وهذا مشهور على فكره التعبير بشكل غير علمي بين المجتمعات، حتى يتم تداوله من قبل المتخصصين وانا لي لوم عليهم. المفهوم لازم نقول التطهير وليس التعقيم. ظروف التعقيم مختلفه تماما عن التطهير، لذلك احنا لازم نحافظ على كيفيه تطهير ايدينا وتطهير المحيط تبعنا، كيف نتعامل مع مصادر نقل العدوى في البيت في العمل في اماكن التجمعات، وهي ثقافه احنا دائما نبحث عنها. احنا الان انا حقيقه الان لازم اخذ سجادتي معي بالصلاه. تصرف سليم اني احط سجادتي واصلي عليها وانا اسجد على مكان انا لوحدي بسجد عليه. في 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 وجود اهمال عفوا في نظافه المساجد. هذا يجب ان نتفق على هذا الامر. المساجد في بعض المساجد بقعد اكثر من شهور بل سنوات ما بيتم غسل السجاد. لذلك موضوع وجود السجاد شيء مهم انا في اعتقادي. وجود المطهرات وليس معقمات، مطهرات واماكن لغسل الايدين في كل مكان عام مش بس مساجد، في اي مكان للتجمع. نعم. ضروره. نعم.
جميل. يعني احنا حاولنا هيك نستزيد بالعلم وبالثقافه من حضرتك، وان شاء الله لنا ايضا يعني لقاءات قادمه هيك كل فتره، يعني تزودنا بكل ما هو جديد، ويعني يصبح لدينا ثقافه للتعامل مع موضوع المناعه بالتحديد، وهي يعني امر ضروري خاصه احنا مقبلين على خريف وصول فصل الشتاء. شكرا جزيلا، تشرفنا فيك دكتور. شكرا جزيلا، حياكم الله. استاذ علم الدم والمناعه في الجامعه الهاشميه، وسابقا دكتور محمد الفرارجة الخبير والمختص في موضوع المناعة. معلومات مهمة الحقيقة، ربما تزداد يعني واحد يثقف نفسه فيها في هذا، خاصة انه اصبحت امور راح نعيش فيها، يعني زي ما واحد بده يثقف سياسيا اقتصاديا الان يعني اصبحت الثقافة الطبية مش بكل الطب، يعني الاطباء بيقعدوا عشرات السنين حتى يعني يتخصصوا، ولكن احنا بنحكي الثقافة العامة اللي بتلزمنا في حياتنا. نكتفي، نذهب الى وقفة قصيرة ثم ملفات جديدة.